سمعتوا هالخبرية؟ قال الواحد لما يصير عمره 45 سنة بيصير فيه هبوط حاد بالجلوتاثيون بالجسم. جلوتاثيون اللي مهم جدا كمضاد أكسدة، من أهم المضادات الأكسدة الموجودة، وبيساعدنا للتوازن بين المواد المؤكسدة والمواد المضادة الأكسدة. خلاص خلينا ناخد جلوتاثيون عشان نضلنا جسمنا وخلايا جسمنا صحية وصغيرة وغير مؤكسدة. بس الجلوتاثيون غير مستقر وجسمنا ما رح يمتصه. طب يلا نزلوا لنا جلوتاثيون لايبوسوم، هذا بيمتص الجسم أكتر، بس فيه مشكلة، ما بيعمل توازن صحيح بين المواد المؤكسدة والمواد المضادة الأكسدة. فشو أحسن إشي نعمل؟ طب كيف بدنا نزيد الجلوتاثيون اللي راح؟ ولا خلاص رح نكبر بالعمر ويصير عنا تجاعيد وخلايا جسمنا كلها تكبر؟ في حل، منتج اسمه جلايسين زائد منتج اسمه NAC. هدول المنتجين مع بعض طلعوا بيزيدوا بكمية كبيرة كمية الجلوتاثيون اللي بتتصنع من داخل الجسم، بيزيدوا نسبتها كتير بالعضلات. هاي دراسات أثبتت هذا الشيء. شو وجهت الدراسات؟ شو صار معهم الناس اللي أخذوا الجلايسين والNAC؟ صار في عندهم قدرة عضلية أحسن، نحف محيط خصرهم تخيلوا. شو صار كمان؟ تحسن عندهم عمل الميتوكوندريا وقلت علامات الكبر.